متابعي يلا كوره المشتركين معانا في البريدكشن جيم، معانا النهارده كريم سعيد، هنساله بقى عن الماتشات وازاي نقدر نجمع نقط. كريم ازيك؟ ازيك يا مساء الخير. عندنا بقى ماتش مهم جدا، عندنا المغرب والمغرب واسبانيا. نعم، قول لنا بقى نتوقع ازاي. طيب، مباراه طبعا المغرب واسبانيا مباراه اكيد الاغلبيه هتتوقع فوز اسبانيا. لو تفتكر احنا في حلقات سابقه كنا بنتكلم على التوقع الامن. بالزبط. التوقع الامن لو انت بتتوقع الفريق طبعا ما تجازفش، وان انت النهارده تشوف مثلا اسبانيا مثلا هي اللي ليها احتماليه اكبر ان هي تكسب، ولكن في بعض الاحيان المخاطره مطلوبه. كنت انت برضو نصحتنا بدي قبل كده. بالظبط، المخاطره مطلوبه في بعض الاحيان في لعبه التوقعات، لان مثلا بنقول لو معانا شريحه من 100 واحد في مثلا 90 واحد هيتوقع فوز اسبانيا والمغرب، لكن انت تتخيل لو المغرب عملت مفاجاه وال10 اللي هم توقعوا فوز المغرب دول هيطلعوا كام مركز على حساب ال100 واحد، على حساب ال90 واحد اللي توقعوا فوز اسبانيا. فهي الفكره ان ممكن مباراه المغرب واسبانيا من المباريات اللي تتحمل مخاطره، ان المنتخب المغربي مقدم بطوله ممتازه ويقدر يعمل مفاجاه، ممكن يفاجئنا ممكن. فكده احنا اللي هنكسب بوينتس اكتر. ممكن فممكن انا بشوف مباراه المغرب واسبانيا من المباريات اللي تتحمل حدوث مفاجاه وان الناس توقع في البريدكشن جيم بنتيجه عكس المألوف او عكس الاغلبيه اللي اكيد تتوقع فوز المنتخب الاسباني. هل ده ينطبق برضو على مباراه البرتغال وسويسرا؟ نتوقع برضو بمفاجاه ولا لا؟ خلينا في الايام احسن. دي انا اتوقع انها هتمشي في السكه الامنه. السكه الامنه وهي فوز المنتخب البرتغالي. حتى برضو بيني وبينك الماتشين ما يتحملوش التعادل في وجهه نظر، يعني الماتشين في فرق الماتشين الماتشين هيخرج منهم فائز، مش هنوصل لركات الترجيح، لان عارفه لو وصلنا لركات الترجيح يبقى المباراه تحتسب تعادل. فانا اشوف لا، مباراه البرتغال وسويسرا هتنتهي ان يعني الناس تخليها في التوقع الامن ويخلوهم مع البرتغال. احنا لغايه النهارده في دور ال 16 مفيش مفاجات خالص. يعني احنا نغامر في المغرب ده وجهه نظري، وفي البرتغال خلينا في التوقع الامن. بشكرك يا كريم وبشكر حضراتكم، ولسه عندكم فرصه ان انتوا تشتركوا معانا في المسابقه، ان انتوا تدخلوا على يلا كوره تعملوا سبسكرايب وإن شاء الله تكسبوا.